السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي، نجدد اللقاء بكم من جديد من قناتكم على اليوتيوب مشاكل وحلول. واليوم الخبر اللي جبت لكم إياه سار جدا في مجال الهجرة أخواني، خاصة الناس اللي تهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر واللي وصل الأراضي الإيطالية. أخواني الاتحاد الأوروبي طبعا هو 27 دولة أنتم تعرفون، فأي دولة يتعرض إلى مشكلة تعرض هذه المشكلة في البرلمان الأوروبي ويحلوها بالطريقة اللي يشوفوها إنسانية. مثل عندنا ليتوانيا اختارت أن تحول الموضوع إلى موضوع سياسي، وفعلا نجحت بهذا الأمر وعرضت المشكلة على أنها سياسية، وهؤلاء المهاجرين هم تدخل أجنبي. أما إيطاليا الرحومة الجميلة الإنسانية اختارت أن تحل الموضوع في الاتحاد الأوروبي ولكن بطريقة إنسانية. طبعا أصدقائي الاجتماع الأخير طبعا في خطوة من القمة الأوروبية الطارئة التي عقدت في بروكسل الخميس الماضي، ولتخفيف العبء الواقع على بعض الدول من تجمع مئات الآلاف المهاجرين. أخواني الخبر يستاهل أنكم تسمعوه، خليكم وياي حتى نقرأ الخبر بطريقة جميلة حتى يوصل إلى أفهامكم وإلى عقلكم. فقد حملت نتائج القمة خبر سار للذين يعانون من بصمة إيطاليا أو العالقين في إيطاليا بسبب البصمة. فقد صرح وزير الداخلية الإيطالي أن إيطاليا حصلت على موافقة 4 دول أوروبية على استقبال المهاجرين غير الشرعيين من إيطاليا. وقال وزير الداخلية في تصريح له أن استقبال دول، أصدقائي خليكم وياي وسمعوا الدول من هي اللي قبلت تأخذ ناس مبصمة في إيطاليا مساعدة منهم حتى يخففون العبء عن جنوب إيطاليا. أولا ألمانيا، ثانيا السويد، ثالثا النمسا، رابعا المجر. للمهاجرين غير الشرعيين يأتون ثمرة للاتفاقيات التي خرجت بها إيطاليا من القمة الأوروبية الطارئة في بروكسل الخميس الماضي، ولتخفيف العبء الواقع عليها من تجمع مئات الآلاف منهم جنوب البلاد. أخواني شفتوا إيطاليا شلون حلت المشكلة؟ يعني تصوروا بيومين أو 3 أيام وصل العدد إلى 3000 أو 4000، ما يهمهم، حلوا المسألة بشكل طبيعي جدا، بصموهم أخذوا المعلومات. أنا شخصيا أعرف إنسان وصل إيطاليا إلى جزيرة مندوزا قبل 15 يوم والآن هو في بروكسل، قد حب يقدم في بلجيكا، ولو بلجيكا خارج الاتفاق ولكن حب يقدم في بلجيكا. أخواني أعيد الدول مرة أخرى، ألمانيا السويد والنمسا والمجر، اللي عنده بصمة في إيطاليا ويحب يغادر راح يقدم لجوء في هذه الدول الأربعة، راح تطلع البصمة مالته، ولكن المشكلة راح يعرفون انه هذه البصمة جنائية وراح يساعدوك حسب الاتفاقية الجديدة والطارئة التي عقدت في بروكسل. اخواني اعتقد هذا الخبر جميل جدا ونستحق عليه فعلا الاشتراك بالقناة وتكبير القناة ولايك وتعليق، وأجمل متابعين وأجمل أصدقاء بالدنيا كلها، أحبكم جدا. يا رب إن شاء الله تتوفقون بحياتكم، وإن شاء الله يا رب نجيب لكم الأخبار السارة دائما. تقبلوا مروري، وإن شاء الله إلى فيديوهات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.